انايا دوفيتورو كيعجبني القفطان، يعني ماشي حتى غير في المناسبات ديال العمل ولا حتى في المناسبات الشخصيه، كيعجبني نلبس القفطان في الدار في العيد في كل معروضه. القفطان واحد الزي اللي دابا ولا عالمي، ما بقاش غير مغربي، وخصنا نفتخروا به، من اجمل الازياء اللي كاينه في العالم هو الزي المغربي. يعني خص المراه المغربيه تلبس القفطان وهي مفتخره، لان سورتو دابا ملي كنشوفوا فنانات عالميات وعربيات ولاو كيلبسوا القفاطن في سهراتهم وفي المناسبات ديالهم. انا كيعجبني شويه المودرن اكثر من لمسه تكون شويه لمسه عصريه وتقليديه. كتعجبني لاموسلين، انا حاسه كتعجبني الخياطه لو كنعرف شويه لاموسلين ساتان دو سواد، هما التواب اللي بريفيري عندي. وهذا الشيء لقيته عند مدام زكي، عندها كوليكسيون زوينه، دي كولور ديال الصيف ديال الربيع زوينين. اهم حاجه عندي هي في الليل نغسل وجهي قبل ما ننعس، لان ما تنبغيش المكياج يبقى في وجهي، انا كيتسدو المسام وما مزيانش. ضروري نغسل وجهي وندير اون كريم هيدراتونت، اون كريم دو نوي في الليل. الصباح عاود نغسل وجهي وندير اون كريم دو جور واكرون سولير. الاكرون سولير شي حاجه اللي مهمه بزاف للمراه خاصها ديرها سورتو في الصيف. انا الصراحه معجزه، كيكون نعرف لي وصفات وهذا، ولكن باش نبدا نديرهم كل مره ما كنعجز، نديرها واحد المره وننسى ما نبقاش نديرها. كيقول لك الغسول الابيض مزيان، العسل، بزاف ديال الحوايج. انا كندير سورتو لي كريم، كنشري كريم جاهزه، ما كنستغناش على لا كريم هيدراتونت ديال الليل وديال النهار. وكيف قلت لك ليكرون سولير، مي في الخروج ديالي اليومي تندير ان بو ماكياج، ماسكارا، شويه ديال الكحول، الكلوس، هذاك الشيء خفيف. في الليل اللي عاد كنعجبني ماكياج، ماكياج كنحماق عليه. لكن انا كنبغي الحياه، كنبغي الاكل، كنبغي الحوايج اللي زوينين. بون داكشي علاش ما عمري ما كنكون ضعيفه بزاف، مي دابا وليت كنحاول، باسكو مؤخرا السنوات الاخيره خصوصا ملي ولدت بنتي زاديت بزاف. كنحاول ندير ان ريجيم، شويه لا مارش، رياضه. بون كنقول سعدات الناس اللي عزيز عليهم الرياضه وكياكلوا داكشي صحي بزاف. لي مارك بريفيري عندي في الحوايج، ماشي ما عنديش اون مارك صراحه، كنلبس الحاجه اللي كتناسبني. حتى لا مود ما كنبغيش نمشي تنتبع لا مود زعما 100%، يعني كيخرجوا شي حوايج ما يجوش معايا. باغ اكزومبل هذا العام خرج تاي اوت، انا ما نقدر ما تجيش معايا تاي اوت، ولا هذوك لي او لي قصار ما يمكن ما يجوش معايا. كنبغي نلبس الحاجه اللي تناسبني، تناسب الجسم ديالي، تناسب السن ديالي حتى هو، وتبيني في بان انيقه. هذا هو اهم حاجه، ماشي بالضروره اش من مارك ولا مش حال كتسوى الحاجه مش حال. بغي نقول شكرا بزاف على الجوده ديالكم، شكرا على الجلسه التصويريه، كانت زوينه ممتعه، استمتعت بوقتي معكم. نتمنى ان شاء الله نتشوفوا في شي فرصه اخرى ونديروا شي جلسه تصوير اخرى من شي كوليكسيون جديده. الجديد ديالي درت شي مسلسل تلفزيوني هذا العام من بعد واحد الغياب ديال 5 سنوات مع عبد السلام قلاعي، يدوز يمكن قريبا على الشاشه الثانيه، وتليفيلم مع داس فندان، ضابط الوالدين مع ابراهيم شكيري. وعندي صراحه مجموعه من المشاريع ان شاء الله السنه القادمه او يعني قريبا ان شاء الله.